يا اهلا وسهلا بكل الفنانين. لوحه النهارده معانا ريفرنس ليها، طريق موجود في كوبا. الطريق ده ضيق في منطقه شعبيه، في مجموعه مباني في الجنبين. اعتمادنا في الرسم هنا على منظور من نقطه واحده، الفانيش بوينت او نقطه الزوال هتكون موجوده هنا، هو على اساسه هنتحرك في الرسم وهنبدا نعمل الخطوط الرئيسيه بتاعتنا عشان نعمل المنظور. التغيير اللي انا عملته في اللوحة ان انا غيرت العربية دي، عملتها مودرن شوية. برضو لو دخلنا في العمق كده، في برضو عربيتين وتلاتة، وفي عربية نقل كبيرة، وفي اشخاص موجودين في العمق هنا جوه. بالنسبة للوحة اللي احنا رسمناها، احنا غيرنا شوية حاجات في المود، نفس الاضاءة الظل والنور، غيرنا برضو في بعض الحاجات شلناها زي ما قلنا، وفي بعض الحاجات ضفناها، وحاولنا نخلي الموضوع سيمبليفايد على الاخر، يعني حاولنا ان احنا برضو نقلل من الديتيلز اللي موجودة على قد ما نقدر. اللوحة خدت حوالي ساعة تقريبا رسم وتلوين، وهسيب لكم لينك الصورة في الديسكريبشن بوكس. هنبدأ اللوحة برسم سكتش سريع، وهنبني اللوحة على اساس المنظور من نقطة واحدة زي ما وضحنا. طبعا مع الممارسة مش هنحتاج نستخدم مسطرة في السكتش. بعد ما نخلص السكتش هنبدأ في مرحلة التلوين، وهنستخدم ألوان جواش. الألوان المستخدمة ألترا مارين بلو، كريمسون ريد، سيريليان بلو، بلاك، برينسيانا، يلو أوكر. هنبدأ نشتغل في الواجهة الرئيسية للمباني الموجودة في الجانب اليمين. الواجهة الرئيسية كلها هتكون بليلو أوكر، بنسبة المياه هتبقى عالية شوية عشان نزود الأوباسيتي، وندي كده هاف تون، نسبة إضاءة كده بسيطة للمباني في الواجهة الداخلية. لكن في الجزء الداخلي، في بعض الأماكن اللي داخلة جوه المبنى زي الأبواب، الشبابيك، الواجهة الجانبية، هنشتغل ضربات غامقة، وممكن نشتغل برينسيانا مع ألترا مارين. بالنسبة للظل الموجود على الأرضية، نتيجة إن المباني حاجبة ضوء الشمس، فنزلت عملت ظل على الباك جراوند الموجودة عندي. هنشتغل برينسيانا مع نسبة بسيطة من ألترا مارين. هنبدأ بقى في الطبقة الثانية من الباك جراوند، الجزء اللي فيه الظل، هنشتغل كريمسون ريد مع ألترا مارين وبرينسيانا، وهنزود نسبة الكريمسون ريد شوية عشان نخلي لون البرينسيانا محمر شوية. السكتش اللي استعملته النهاردة من شركة أكوفاين هو عبارة عن سكتش بلوك مقفول من كل الجوانب علشان الورق يكون مشدود، ما عدا جزء صغير عشان أقدر أطلع اللوحة من السكتش. الورق كولد بريست 300 جرام، مصنوع 100% سيلولوز فري اسيد، وفري اسيد ده ميزه طبعا كويسه ان الورق مش هيصفر مع الوقت. وبصراحه سكتش رائع جدا مع الالوان المائيه، سعره 100 جنيه مصري. زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان اللوحه اخذت تقريبا في حدود ساعه. لو حابين اعمل ابلود للوحه ريل تايم بالوقت الطبيعي سيبوا لي كومنت. كمان هتلاقوا الصوره الاصليه موجود اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. ممكن تعملوا تطبيق على اللوحه وترفعوا لوحاتكم على الجروب الالوان المائيه او على الفيسبوك بيج عمرو ارت ستوديو. الجزء ده عشان اعمل سلوك الكهرباء على عمدان النور، استخدمت قلم فابريكاسل الوان مائية لونه اسود.
لو شايف انك استفدت مني وحابب غيرك يستفيد اعمل شير للفيديو، ولو عايز تشوفني تاني ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس.